في كل عام من شهر رمضان تقدم شركات الانتاج وجبه مختلفه من الوجوه الجديده على مائده الدراما الرمضانيه نضحك كثير اليوم من جهه هي تستعين بوجوه شابه تهدف الى ضخ دم جديد في الدراما ومنحها فرصه لاظهار قدراتها ومن جهه اخرى هي تخفف قدر الامكان من موازنات الاعمال التي ياخذ نصفها النجوم الكبار المشاركون فيها وجوه جديده اطلت بادوار ثانويه عبر هذا العام هذا هو موضوع اليوم مع ضيفي من لبنان الاعلامي والناقد الفني جمال فياض مساء الخير مساء الخير كيف <applause> مساء الخير مساء دراما اليوم هيك يوم سعاده كيف حالي؟ و... انا منيحه كثير اليوم ضحكت كثير اليوم <applause> كويس معناها هذا تفاؤل بالخير تجدوه عن جد احيانا نحن بحاجه هيك شوي ل... لشويه تنفيذ خلينا نقول بعد ضغط الشغل اليومي <applause> مش شوي كثير صرنا بحاجه كثير <applause> 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 جمال كنا عم نحكي انا وياك نحن كن... هلا متفائلين بوجوه نعم <applause> كنا انا وياك امبارح عم نحكي جديد. عن الوجوه الجديده خلينا ننتقل لا. دغري لاول رح اعرض اول كليب مقطع للفنان محمود لا. نصر من مسلسل يامال الشام اسماء انت اقترحتها ورح نرجع نحكي عن كل شخصيه طبعا خايفه يجي يوم ما اتصبح في بصوت ابو علي أنتو كباريه الشام انا والشباب اللي مثلي من ايدكم هي لايدكم هي بس ما انتم ساكتين واطفال ونسوان ورجال فلسطين عم يتدبحوا بنص بيوتهم بالليالي جمال محمود مش اول مره بيقدم اصلا ادوار يعني هو سبق قبل هالمره اشتغل كثير بالدراما السوريه يمكن هذا الدور برز فيه شو كان المميز محمود هاي اول مره بيلفت العين يعني دائما الفنان بيشتغل كذا دور انما بيوصل لمحل بيقول انا هنا انا هنا يا ابن الحلال يا مشاهد انا شوفني انا بلشت محمود بدوره مع سلافه وخرجي بمسلسل يمال الشام في كذا مشهد حب شفت بعينه ممثل كتير كبير طلع تطليعه بسلاف وسلاف بقدراته التمثيليه الكبيره وقدر يوقف قبالها ويقول انا موجود ويتحدى عينا لانه العين صعب أن توقف بوجه ممثل محترف الا اذا كان الموهبه كبيره مهم. فانا التفت هيك سالت مين هالشاب هيدا محمود نصر تبين انه محمود نصر هو مشروع ممثل كبير جاي على الطريق ويبدو انه يتقدم بخطى حثيثه مش مش لانه عيناه حلوين او لانه شاب حلو لا لانه ممثل حلو وعينه حلوه يعني بيعرف يحدق تح... التحديق المميز عنده. تعقيبا على كلامك لأسم. يمكن اذكر انه هاني سلام اختاره يوسف شاهين لاول مره لما عمل له اول كاستنج قبل ما لا. يشتغل معه كمان من نظره عيونه قال لك انه النظره عيني. هي اللي خطفته واللي عيني. خلته يكون اليوم ممثل يمكن مشهور. ومحسن محي الدين كمان اخذوا لانه كان نظره عينه وكل اللي اشتغلوا مع يوسف شاهين معروف عينه آه انه هو آه بده ينقي الممثل بيطلع بعينه كيف بتطلع حتى ادواره الصغيره مع يوسف شاهين بافلامه كان له نظره عين بمشهد من المشاهد يقول انا ممثل طيب. هي شغله مشهوره عنه خلينا ننتقل الى مقطع للفنان احمد تاني. مالك من مسلسل حكايه حياته أيوة. حياه ورح نرجع نحكي انا وياك نعم نعم <applause> ما جاوبتنيش ما جاوبتكش ايه؟ ولا ما تستعبطش على امي يعني جايبني لحد هنا عشان تكلمني على الفرد اللولبي؟ هو في ايه بالظبط؟ الكل عاوز ياكل منها ولا ايه؟ كل مين اللي عاوز ياكل منها؟ انت واحد تاني بلاش تسقحلك، احسن ترقع له المهموز اللي هو اه انقطع ابوك <applause> طب والمصحف شكلكم انتوا الاتنين شفتوها وعينكم عليها بس ما تخافش اخوك ضن سبقكوا وأكل أكلتي إيه؟ كلام في سرك دست إذا طارق لطفي كان مفاجأة المسلسل هذا العام صحيح؟ طبعا طارق لطفي هذا السنة لأول مرة طبيب النفسي تظهر الدراما سواء بالسينما او التلفزيون رجل متعلم مثقف رجل علم رجل دكتور علم نفس كانوا دائما بالافلام نشوف رجل طبيب النفساني واحد مجنون بينتف شعره شكله غريب عجيب عطول يعني ولا مره صوروا لنا طبيب النفساني بشكل صحيح الا بفيلم الليلة الأخيرة لفاتن حمامة لما أحمد مظهر عمل طبيب نفساني كان راقي إنما غالبا يؤخذ على محمل الكوميديا الممثل دور الطبيب النفسي طارق لطفي هالسنة غير باللوك تبعه بتمثيله أصلا طارق فنان كبير وقدير وأنا كتير معجب فيه وتمثيله كتير حلو حتى بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية لعب دور كتير حلو وملفت السنة الماضية لعب دور مع غاد عبد الرازق كمان دور كتير حلو وهلأ السنة عم يعمل دور حلو إنما أحمد مالك بقى هو أنا برأيي النجم المصري القادم أحمد مالك اللي لعب دور اياد نصار ب بفيلم الجماعة بمسلسل الجماعة دور حسن البنا وهو طفل لما كان هو ولد صغير ورجع السنة الماضية لعب دور مع عبد غادة عبد الرازق وهي السنة عم يلعب دور ابنه, ابنة عم, يلعب غادة عم يلعب دور السنة بديع بديع الشاب شو حلو تمثيله شو انه طبيعي وتلقائي ووقفته مع احمد زاهر يعني مثل اثنين عم يلعبوا تاني كل واحد بيرمي للتاني شوطة احلى من التاني احمد مالك السنة كمان خطف العين شاب الرويش الشاب المهضوم خفيف الدم قريب للقلب شاب حليوة يعني هيدا نجم مصر القادم إنما بينخاف عليه من انه ياخذوا التيار ويروح باتجاهات الغلط اللي غيروا بنينا عليهم امال فتره لنا وجنا او خيبوا امالنا لما راحوا وانحرفوا الى اتجاهات اخرى واستقروا على المرتبه الثانيه وما قدروا يقفزوا على المرتبه الاولى بتمنى انه احمد مالك يستمر ويدير باله على حاله لانه هو موهبه جديده السينما المصريه والتلفزيون المصري والدراما المصريه بحاجه لوجه جديد بطل دون بريمير مثل ما بيقولوا انا برايي احمد مالك مرشح لهالشيء اذا اشتغل على نفسه منيح وانتبه على نفسه منيح خلينا نحضر هذا مع غدا عبد الرازق بحكايه حياته خلينا نحضر هذا المقطع لطارق لطفي وبعدين رح نرجع انا وياك مشان ننهي حكايه حياه ونفوت بالاعمال الاخرى اقول ايه بس يا حياه تقول ان انت عارف مين اللي عمل فيك كده ونخش بقى في سين وجيم وما نعرفش هنوصل لغايه فيه انت ناس يا يوسف متجوز مين؟ متجوز واحدة صايعة صايعة بس أبوها وزير ومش هي وزير ظاهر انه احيانا في فنانين نحن بيمرقوا قدامها بس ما كثير فعلا بيخلوك او بيقولوا بيلقطوك يعني او بيلمسوك من الداخل بالفعل طارق بهذا الدور كان كثير مميز وخلانا كثير نتعاطف معه نعم نعم طارق لطفي فنان كبير ومش مستغرب منه يعني متعودنا عليه انه ممثل قدير إنه مجرد وجه جديد طارق صار محترف ومخضرم وادواره كلها بتشهد انه هو دايما عنده كاركتر بالاداء عنده حرفيه عنده ثقافه هو اصلا مخرج عمل له بعض الاعمال الاخراجيه كمان يعني يعني متخرج من معهد سينما دارس مثقف <applause> سينمائيا ودراميا يعني منه جاي طارق بالصدفه بالعكس طيب ليش لهلا له هذا النوع من الفنانين رغم حرفيتهم بيضلوا دائما بالادوار الثانيه، يعني لهلا ما شفناهم بادوار بطوله مطلقه، حتى يمكن انا وياك نحكي كنا هلا عن ورد الخال، في مجموعه من الفنانين هن لا. ابطال مثل محمد حداقي ايضا من سوريا والعديد، في لهم ليفل معين ما عم بيقدروا يتجاوزوه. في في ناس بالسينما وبالدراما معروفه هاي في ناس ابطال بالدور الثاني <applause> مش ابطال بالدور الاول. يعني بزمان السينما المصرية شهدت كتير هذا الأدوار شافت مثلا عبد السلام نابولسي عبد المنعم إبراهيم شافت يوسف فخر الدين كلها هيدي حتى أحمد رمزي أحمد رمزي ما عمل أفلام بطولة أولى كتيرة فيلم أو اثنين مديحة كامل ما عملت أفلام بطولة إلا قليل إنما ضلت هي التانية غالبا هي أولى بالموقع الثاني <applause> آه هيدا الشيء اللي كمان ملفت هلا بيلعب دور اول شيء ظروف الادوار اللي بتاخذها انه تجيد الصف الثاني أكتر الوسامي والجمال كمان لها دور ما حدا ينكر انه شاب الوسيم هو المرشح اكثر ليكون بطل مه. دون بريمي حتى بالسينما العالميه ما في يعني مش الا بالكوميديا بالكوميديا ممكن اسماعيل ياسين يكون بطل الفيلم ممكن عادل امام يكون بطل فيلم وبعدين بيرسخ نفسه انما في فنانين يجيدون بل يتمرسون بالدور الثاني وبيكون له اهميه دور البطل يعني ما مش اقل وعلى كل حال هول بيشتغلوا اكثر <applause> لانه اللي بيعمل فيلم بطولي بالسنه بيقدر ما بقى يعني. يعمل ثلاث افلام دور تاني بالسنه يعني بيقدر يشتغل اكثر ومش عيب انا برايي لانه السينما ما تحتاج مثل دور الام بالسينما او بالدراما عطول طول امينه رزق وكريمه مختار دول الام يعني ناجحه بهذا الدور خلص تمرست في هذا المكان ولبقلا مش لازم يكون عنده عقد الفنان هذا الموضوع بالنهايه هو عم يشتغل فن والمهم يكتسب اعجاب الناس ونحن طبعا نحن <applause> منعرف شكرا مرتجى نجمي محمد حدائي نجم نجوم <applause> كبار بالصف الثاني او بالسنيد مثل ما بيقولوا بالعرف المهني يعني انما ان تكون درجه او صف ثاني ممتاز احلى ما تكون صف اول متوسط يعني الاول انك متوسط الاداء لا كون الثاني وممتاز احلى ما تكون البطل لكن الاداء متوسط وما يعجب كل الناس طيب شكرا لوجودك معنا اليوم جمال بكره رح ننتقل اكيد لموضوع اخر او يمكن كمان ممكن نكفي مع مجموعه من الفنانين بدي بس للأخير. نوه بورد الخال <applause> بدي بس نوه أنا بورد الخال لأن ورد الخال فعلا هالسنة عاملة دور مختلف ما تعودنا عليها في وقفة حد يسرى وقفة بطلة لأنه منا قليلة ومبارح بالذات الحلقة اللي عملتها مبارح هي ورفيق علي أحمد ويسرى في مشهد كتير حلو وكتير مهضوم يعني ورد الخال هالمرة أنا برأيي كمان خطوة خطوة خطو جديدة وإضافية بعالم الدراما يعني برأيي أنا ورد حققت إنجاز حلو هالسنة بالدراما العربية عموما جمال فياض ابتداء من بكرة أنا وياك رح نبلش نتو... نتناول المسلسلات مسلسل بعد اخر يعني من بكره رح نبلش نحكي بقى عن كل لا. مسلسل وشخصياته اكيد رح يكون فيه في عنا وقفه اطول مع ورد ومع رفيق علي احمد بهذا المسلسل الله. شكرا لك